لك بيدات، جيسبر تكونوا بخير وعلى خير اون فورم وتكونوا في احسن الاحوال ان شاء الله. مرحبا بكم في فيديو جديده، مرحبا بكم في القناه ديالي. وبالنسبه للفيديو ديال اليوم غادي يكون مختلف، ماشي بحال الفيديو اللي فايته حتى في القناه ديالي، حيت في هذا الفيديو هادي فريمون غنهضر معكم من القلب ديالي وغنحاول انني نبدل لكم الفكره او النظره ديالكم على الحياه. الا عرفنا كيفاش نعيشوا الحياه ونشوفوها بالمفهوم ديالها الصحيح، ما كناش صراحة غادي نعطيوها اكثر من قيمتها، وكنا غادي نعيشو في واحد البساطة وغيجينا فريمون كل شيء سهل ونقدروا نوصلوا لأي حاجة كنا كنحلموا بها. أرى الناس ليك فهي فقط غير وجهة نظر، ما تخليوهاش تأثر فيكم. منين كيجي شي حد وكيقول لك انت عمرك ما غادي تنجح، انت عمرك ما غادي تفرع، عمرك ما غتوصل لداكشي اللي كتحلم به، فهذه فقط غير وجهة النظر ديالو هو، وهذا الشيء ما غادي يولي حقيقة حتى انت تامن به وتقول اه انا عمري ما غادي ننجح، انا عمري ما غادي نوصل لذاك الشيء اللي كنحلم به. ولكن الا تقتي في راسك وتقتي في نفسك وقلتي اه انا قد نوصل، انا قد ننجح، فتيقني راك غادي توصل وراك غادي تنجح. وما تنساوش واحد الحاجه، هي كانكم خصكم تثقوا في راسكم وما تخليو حتى واحد ينقص منكم. خليو المحيط ديالكم ديما يكون ايجابي. المحيط كنقصد به الناس اللي دايرين بكم، يعني لونطوراج ديالكم يكونوا فيه ناس اللي هما ايجابيين، من صحابكم من عائلتكم. بعدوا لي على الناس السلبيين، الناس الفاشلين، بعدوا على دوك الناس. ولكن اهم حاجه هي انكم تكونوا ايجابيين مع نفوسكم. كيف ما هو معروف ما يمكن ليناش نغيروا الماضي، ولكن يمكن لينا نتعلموا منه. ولكن الا بقينا كنفكروا فيه وكنحاولوا اننا نبدلوه مع العلم انه فات، فتاكدوا اننا عمرنا ما غنزيدوا للقدام. وديما تفكروا واحد الحاجه، طويو صفحه وبداو صفحه جديده، ولكن عمركم تنساو الدرس اللي تعلمتو. الفشل ماشي هو انك تطيح مره ولا جوج ولا ثلاثه ولا حتى 10، حيت الطريق ديال النجاح كله عقابي وكله حفاري. وقتاش غادي تولي فاشل؟ هي نهار تقرر انك تحبس من اول طيحه تحتي. ما كاينش شي حد غير جا وصل وغير جا ونجح، ضروري الواحد كيطيح وكينوض وكيطيح وكينوض، حيت هاد المرحله هذه مهمه في الحياه. وما تنساوش باللي راه من الخطا كنتعلمو، يعني واخا طيح نوض، وماشي عيب انك تعاود طيح، مهم انك تعلمتي من الخطا اللي درتي في الاول اللي خلاك انك طيح. وكيف قلت لكم في الاول، الا تقتو في ريوسكم والله حتى غادي توصلوا. السعادة عمرها ما كانت بالفلوس. بزاف ديال الناس كنسمعوهم كيقولوا اه كون كانوا عندي الفلوس كون راني باخر عليا، كون كانوا عندي الفلوس كون راني عايش السعادة دابا. ولكن الصراحة نساو واحد الحاجة اللي هي كره في دوك الحوايج البساط تما فين كنلقاو الفرحة ديالنا. الا بغينا نبدلو حياتنا، اول حاجة خصنا نديرو هي نبداو بنفوسنا، واول حاجة هي اننا نبدلو الافكار ديالنا. كلشي باغي يتقدم، كلشي باغي يزيد للقدام، كلشي باغي يبدل حياته، ولكن كننساو واحد الحاجه اللي هي خصنا نبداو من نفوسنا. ديما كنشوفوا الاخر، كنبغيو نبدلو الناس الاخرين، الشخص الاخر اللي معنا في الحياه مثلا كنبغيو نبدلوه، ولكن كننساو باللي راه اول حاجه خصنا نبدلو من نفوسنا، حيت يقدر يكون الخلل ولا المشكل فينا حنا ماشي في الشخص الاخر. دونك حاولوا انكم تبدلوا الافكار ديالكم وتامنوا بها باش تقدروا انكم تبدلوا الحياه ديالكم وتستمروا. الدنيا دواره، وكيف ما كيقولوا كما تدين تدان. اي معروف ولا اي خير درتيه في شي حد، فتاكد ان ربي مخبيه ليك ومخليه ليك لواحد النهار حتى انت تقدر تحتاجه، والعكس صحيح. القلق ولا الستريس كيف ما كنقولوا دير بحال واحد الكرسي متحرك، كيديك غير اليمين واليسار، ولكن عمرو ما يزيد بك للقدام وعمرو ما يرجع بك للور. ديما ديروا بحساب المستقبل ديالكم، واخا حنا كاملين عارفين بلي راه المستقبل بيد الله سبحانه وتعالى، ولكن ما تخليوش رؤوسكم تقلقوا على اتفه الامور. ديما دير بينك وبين الناس واحد المسافه، تسميوها مسافه الامان، ما تبين لهمش كلشي، ما تعطيهمش كلشي. حاول انك تخلي شويه لراسك، تحتفظ بشويه لنفسك، حيت ممكن واحد النهار الاسرار ديالك تولي سلاح ضدك. ما تبلغوش بالحب ديالكم ولا المشاعر ديالكم للناس ولا حتى الكره ديالكم للناس. وكيف ما كنقولوا عينك ميزانك. اي فوالا، هنا غنكون وصلنا للخر ديال هاد لا فيديو هادي، وجيسبر تكون عجبتكم تكونوا استفدتوا، حيت هذا هو الاهم من هاد لا فيديو،
ولمن هاد النصائح هادو اللي عطيتكم وجيسبيغ ديروا بهم بعد اوموا باش انكم تحسنوا من الحياه ديالكم وتولي زوينه. واخا الصراحه راه ما كايناش شي حياه اللي هي بيرفكت، باش ما نكذبوش على ريوسنا، ما كاينش شي حد اللي هو عايش حياته بيرفكت، ما اوموا كيف ما قلت لكم كنحسنوا من الحياه ديالنا، واهم حاجه اننا كنكونوا متصالحين مع الذات ديالنا. والاهم في هاد الفيديو هذه هي انكم تثقوا في ريوسكم، ما تستناوش من شي حد هو يثق فيكم، بداو من نفسكم وثقوا في ريوسكم الا بغيتوا الناس يثقوا فيكم. دونك فوالا، تعمدت انني ما نديرش لا فيديو طويله باش تفرجوا فيها كامله وتستفدوا من كاع هاد النصائح هادو اللي عطيتكم، وجيسبر ديروا بهم، وكنتمنى الخير لاي واحد شاف هاد لا فيديو هادي، والله يسهل على اي واحد كيتفرج فيا. كرو بيزو ليكم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديده. باي باي.